أنا أعتقد أنه هذا خصوصا هذا الحكم من اللستة اللي قالها الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، هذا اعتقادي أنه من لستة الرشاوي، وأنا أقولها ولا علي من أحد، لأن هذا حكم حكم لنا مليون مباراة، وكل مباراة يحكم للنصر يطلع فيها أسوأ وأسوأ وأسوأ. فأنا ما أدري، يعني يقولون الحكم السعودي، الحكم السعودي هذا لا أعتقد ينتمي كحكم سعودي، حكم لا يمت للصلة بأخلاقيات السعوديين، اللي يجي يقول لاعب من لاعبين نادي النصر عربي يقول له ارجع لبلدك، هل هذا منطق؟ هذا أنا أعتقد أنه الحكام السعوديين إن شاء الله فيهم الخير، لكن حكم زي هذا اسمه خليل جلال، هذا المفروض يشطب من التحكيم كاملا، مش حتى سنة أو ست شهور. هذا حكم أنا أقول لك يعني من أسوأ الحكام اللي قد شفتهم في حياتي، يعني هل من الأخلاقيات، أرجع أرددها، هل من أخلاقيات الحكم؟ وهذه لازم يصير فيها تحقيق، من أخلاقيات الحكم يقول لاعب ارجع لبلدك. سمو الأمير تتقدم على التعاون على أرضك وبين جمهورك؟ لا تقدم ولا تقدم، الحكم المفروض يشطب. كيف يشطب سمو الأمير؟ يشطب، لا يفقه في التحكيم شيء. على أي أساس؟ على كل الأسس، شايف المباراة بلنتين في آخر مباراة؟ أبغى أسمع منك. ما هذا اللي شفته؟ كان سيء جدا؟ ها؟ كان سيء جدا؟ ما ينفع يحكم. كيف ما ينفع يحكم؟ حطوا لجنة. لجنة ما تنفع. النصر فريق عادي والفوز يعني مضمون، كان تصريح الأمير بندر محمد. والله احنا ما نقدر نرد هالردود، لأنه الحمد لله نادي النصر معروف أنه نادي كبير وعظيم. وهل الأشياء الفكاهية اللي دائما نطلع فيها في الجرائد قبل مباراة النصر والهلال ترى ما عاد صارت تضحك، يعني ما عاد صارت خفيفة الدم، يعني هذه من 25 سنة 30 سنة 40 سنة، لكن الناس تطورت. شوف كلام الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم في الرياضية، الحمد لله العقليات الرياضية تطورت والشباب موجودين الحين في كل أنحاء الرياضة والرئاسات، وإن شاء الله نرتقي بمستوانا في تصاريحنا. يعني الحين قاطعين رزق الرجال بعد ونطلبه، وايش تبغى في اللاعب اصلا؟ انت ظالم اللاعب، انت قاطع رزق اللاعب، يعني شيء غريب عجيب. لكن طبعا الواحد حكى في الموضوع كثير، لكن في ناس لا تفهم الظاهر، ما تسمع ولا تعرف ترد على قوانين، فلما انا ودي بس يقرأ اللائحه، يقرا اللائحه ويقرا اللائحه الدوليه لجنة الاحتراف. وكم مرة قلتها يا أخي خلكم شجعان، اطلعوا وقولوا أن في قانون أو ما في قانون لتسجيل الدوخي، أبغى قانون، ما أبغى حكي فاضي، ما أبغى سوالف، أبغى يطلع لي بقانون. قلتها كم مرة يا أخي خلك شجاع يا صالح بن ناصر واطلع قول لي قانون، لكن لأن ما عنده ولا قانون يثبت شيء، لو عنده قانون يثبت شيء كان طلع وقاله. 20 مرة قلتها يا أخي، إذا فيك شجاعة أطلع وقلها. تحدث عن الحزم الحالي الآن، لا تحدث عن الحزم اللي قبل، فلما فريق يصير قطع غيار هذه مشكلة. كل نادي عنده مطالبات مادية وعنده دائما أزمات مالية، ما هو نادي النصر، بس الحمد لله نادي النصر لاعبين ما ينومون في المسرح. لكن أقول للجماهير النصراوية، النصر نصر، ما علينا من أي نادي ولا احد صديقنا، ما صديقنا لنا. ما فهمت انا. يعني يقولون الاصفرين والاصفر، ما في الا اصفر واحد، اصفر وازرق، النصر السعودي. وهم اصفر. اصفر واسود. ابغى اوصل لاصحاب الاشاعات شيء بسيط جدا جدا جدا. انا قاعد على قلوبكم. قاعد على ايش؟ قاعد على قلوبكم، كان معي باربع سنين، فان احيانا الله 12 سنه. ان شاء الله في القريب العاجل إدارة نادي النصر بتحتفل بعشر سنوات على العالمية، على وصول نادي النصر لكأس العالم، وإن شاء الله بندعو نجومنا الكبار اللي مثلونا ونكرمهم إن شاء الله، والرجال والإدارات اللي كانت موجودة في اللي شاركوا في كأس العالم، اللي شاركوا في كأس العالم الأولى، وبندعي إدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن اللي حققت هذا الإنجاز الكبير للكرة السعودية كأول نادي آسيوي يدخل كأس العالم للأندية. ايش معنى اختيار الوقت هذا؟ ابدا، 10 سنوات، 2010 احنا دخلنا 2000. كم بيجي؟ شطف مدرسة، سحب سيفون، واخر شيء يجون هنا الساعة 9 الصبح، ايش ذنبي؟ المتى وانا شكل اعاني؟ المتى؟ العالمية كل يوم العالمية، نوصل متى؟ فيصل بن تركي مرة أخرى، تفضل يا أبو تركي. هلا، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور سيدي. الأخ محمد العمران الحمد لله يكمل العشرة المشجعين الشبابيين
اللي في المدرج شيء طيب يعني. لكن أمير فيصل اعتبرها وجهة نظر. لا وش وجهة نظر؟ زي وجهة نظرنا كلنا. لا الله يسلمك، 10 مشجعين الحمد لله هالحين. لا صحيح، بس الحمد لله كملوا 10 جماهير اليوم. أبو حسبتهم أبو تركي؟ سام أبو تركي حسبتهم عديتهم؟ أبو تركي عادهم الله يسلمه. لكن عدد الجماهير قضية، إني أعد الجماهير أو والله زي ما قال والله عدد الجماهير 10 وكذا، أنا ما أنا قاعد أعد الجماهير. كلمة حلالي تنطبق على العقار ولا تنطبق على البشر. خالد البلطاني ما أبغى أعطيه أكبر من حجمه، لكن هو يؤكد انه ربما تكون تستخدم الموضوع ابناء عطيف لارضاء جمهورك مصالحه. لا 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 استل، ما ابغى اعطي اكثر من حجمه. يعني ما في رد؟ ما ابغى اعطي خالد البلطان اكبر من حجمه. هو رئيس نادي الشباب لو رئيس اي نادي كله واحد، انا ما ابغى اعطيه اكبر من حجمه. ودي اقوله انت ممكن تشتري لاعبين، ممكن تاتي بمدرب، ممكن تبني ملعب، ممكن تعمل أشياء كثيرة، لكن مش ممكن تشتري جماهير. ممكن تجيب بدال اللاعب 10 وبدال المدرب 10 وبدال الملعب تبني ملعبين وبدال التطوير تسوي أكثر من أمور. هناك أندية كثيرة الود ودها تدفع الملايين، الود ودها تدفع الملايين وتأتي بالجماهير